لا شك أن حلم الانتقال إلى جامعة الكويت الجديدة في الاجدادية حلم كان يراود كل من هو معني في العملية التعليمية داخل الكويت، ولا شك أن من سنة 84 وإحنا ننتظر تحقيق هذا الحلم. اليوم لما بدأ يتبلور هذا الحلم، بدأ يصير حقيقة واقعية على أرض الاجدادية، نشوف بدأ تشويه لمثل هذا الحلم. الاستعجال في عملية الانتقال قاعد يضر في الطلبة، يضر في الموظفين، ويضر بأعضاء التدريس، ويضر بالعملية التعليمية كاملة. اللي نرجوه، اللي نأمل منه من متخذ القرار، أنه يتخذ قرار واضح بشأن إيقاف هذا الانتقال وتأجيله. نحن مع الانتقال، لكن الانتقال المدروس الذي لا يسبب أضرار لا للطلبة ولا للأساتذة ولا للموظفين ولا يضر بالعملية التعليمية. تخيلوا يعني أن الحين المشاكل التي تواجهها الجامعة في عملية الانتقال، من توفير القاعات التدريسية المناسبة، من توفير المباني، من توفير الشوارع حتى، أو الأمن للطلبة غير متوفرة الآن. ليش الاستعجال؟ عملية استفهام جدا كبيرة أوجهها، وأوجه هذا السؤال على لساني وعلى لسان جميع زملائي إلى متخذ القرار.